الوليد ايوا علاش يمكن لكم تكلموا الوليد الوليد ايوا تكلم لما شكون ليلي الوليد ورا جينا عند عمي نخطبوا له يلا هضر معاه صافي معاك ما شايف جينا ان شاء الله الطبيب اللي يدبل ان شاء الله عمي جينا نخطبوا عمي جينا نخطبوا مزيان وهاد البنت في شفتيها عمري ما شفتها عمي في حياتي ما شفتها كافة مرة واحدة في الحاولة الحاولة ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن هذا الأمر كيهم هي ما كيهمنيش أنا سوسن أجي كسافة هاد الناس هادو جاو يخطبوك باش يتزوج بك هاد الشاب الوسيم سير بلاد اليوم عمي راه انت شفتي راها قابله فاتحه الولد فاتحه الفاتحه غير اجي وقرا الفاتحه راه عندي شروط اولدي تفضل اشرف قول اسكت عليا هذه البنت هذه راه ضو عيني عندك فين تسكنها يا ودي اسيدي تسكن معنا لا معنا الوالد الوالد عمي من ناحيه ديال السكنه ما تخممش يا عمي راه تسكن فين ما بغات راه السا ديال الفيلا تاع عمي عندنا خاويم وهاد البنت اللي عندي راه ما عمرها مشات على رجلها مسكينه مريطه لا يا ولدي الله يحفظها مسكينه راه كتمشي في الطوموبيل راه هي ما كاينش طوموبيل ما كتسحبش يا ودي يا سيدي ساهله كاين التاكسي انا بغا يقول لك زعما عنده لاكريمات الوالد يعني من ناحيه ديال التاكسي ما كاينش مشكل شوف راه كاين طوموبيلات الفرع كاين الكات كاطات وكاين الكاوكاوات وكاين دو بورت عمي عندك طوموبيل عندي شي بلاصه واه لوحه هي كاين الطوموبيل ديالك على حسابي يا عمي على حسابي ما تخممشي في الطوموبيل عمي و هاد البنت اللي عندي راه الا بغات تخدم خصها تخدم لا اسمح لي البنت تقصد الدار الوالي الدار الى دار وديك الشركه اللي تبارك الله شحال من بنت خدامه عندك الوالي شوف من ناحيه الخدمه راه كاين شركات بغات كونطابيليتي بغات تخدم في الاداره راه تاخذ راحتها تاخذ راحتها وتخدم فين ما بغات الحاجه اللي مهمه ما هضرناش عليها تفضل عمي حنا معاك عمي حنا جالسين اي حاجه تفضل اسي معاك الصداق صداقة صداقة شوف أنا بنتي ما تمشيش أقل سي محمد أتمشي بحال بحال خوتك وخوتي وخوتنا خوتنا الوالد والوالد ولا أختي لطيفة مشات مع راجلها بخمسة آلاف درهم أختي بنتك وأختي الوالد شحال مشات بخمسة آلاف درهم شنو كتقول له أجري علينا ولا شي ب 2000 درهم شوف صافي عمي عمي راه الوالد شوية عيان شوية مسكين شوف عمي راه شوف من ناحية ديال الصداق راه تطلب اللي بغات انا بنتك انا كنشوفها بالنسبه لي اللي كاوكاوه كنشوفها تفاحه اناناس كيوي انا كنعطيها شيك على بياض ايوا فهاد الحاله يمكننا نقراو الفاتحه الفاتحه الاولى احبس كاين اسم محمد الفاتحه بلاتي بعدا صحصيني على اصلو على الاخلاق ديالو على التربيه ديالو تيش من اخلاق والسيد عنده السا ديال الكات كاطات والسا ديال الشركات سيد غيسينا شيك على بياض هادو هما الاخلاق وما هادو الاخلاق واسي محمد في واحد الحاجه قبيحه سي محمد والله العظيم اقسم بالله الا حاجه وانا اللي حاج ثلاثه ديال المرات وفي شي اربعه ولا خمسه ديال الحاجات قباحي اسمع محمد راه في واحد الحاجه مهمه وخطيره شنو الخطيره شنو غيكون شنو غيكون شنو غيكون راه حتى شي زين ما خطاته الاولى الاولى راه السيد كذاب ايوا من بعد انا شفت عمري قد نمشي والله العظيم شحال من كذاب شكتقول الوالد قال لك كذاب الوالد شنو هو كذاب